مصر مهبورة نحلت من الغمة يجي تفرج في اللمة ضحك وتفريك مش لغة بوليتية لما عالمية ليلة عالوطنية قدايا سر مزيانة زعبي إيجا بحثانة فن وثقافة ما ننسى وش الكورة الوطنية فين قدايا سر مهبورة فن وثقافة ما ننسى وش الكورة الوطنية فين قدايا سر مهبورة اهلا وسهلا مرحبا بكم في اللمة توم الاثنين الخميس السابعة متاع العشية. نحب نرحب بضيوفنا تصفيق كبيرة بربي حاضر برشا تصفيق زاب ميرسي وبدينا مع نادرة لملوم. اهلا نادرة بزويت بزويت كيف كيف معانا انيس الغربي الماجيسيان نوتر ماجيسيان باش نقنصوكم بعد واخيرا معانا الفنان حسن المحجوبي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة. باش نبدا نحكي مع نادرة كها والمرأة اللي بداو معها هي لولا انا اللي فهم دابوها لكن حبيت صحة ليا الغيبة معناتها شنو مؤثر الغيبة على الوسائل الإعلام خطوة فما أعمال قاعدة تقوم بها احكي لنا شوية هي مش لماذا؟ عالمية عالمية اي هي مش غيبة راهو غيبة معناها غيبة كبيرة ولا فما ظهور فما في يومية امرأة في نسيبتي العزيزة مش على الخدمة أنا على الظهور الإعلامي أنا نادرة مش على مشاركتك يعني بيان سور أخي باش نجي أنا باش نحكي على أعمالي دونك أنا غبت شوية على أعمالي علشان باش نحكي معناها كلش إذا كان فرصة كيما هكا باش الناس يقربوا منك كإنسانة ك سينو السر في الحكاية كل ولدي ربي فضله ربي يخليك ربي يعيشك نحبه برشا وكهو انا اخترت باش تكون معناها فما اكيليبر بين عائلتك وبين فوالا وحياتي الفنيه دونك خدمتي باهي احسن شو كيفاش عامل هكا وحاشم والدنيا كل اسمع اسمع تليفونك واش مسكر يبدو انه يا احسن من قبيل وهو هكا يلمع لان راه فيه وين وين مسكر على جوا كنا حد على المباشر معناتها ومنا باهي وما نجم نكلموا حد اي والله لا تنجم تقول الو انا على المباشر اطلبوني شويه اخ ديما نتواش عليكم انا نشوفوا فقره مساوره فقره مساوره في تاريخ النادره وراجعين نحكي مع الوطن الاثنين نادر الملوم شكون ما يعرفش مثلت المسلسل التاريخي مطوس عام 2001 وكان صديقي وقت ذاقي شفنا أذنة في دور اللي هي يلا يلا شريرة في آخر زمان أما الحقيقة مش شريرة شفنا أذنة تمثل صباح في صيد الريح وشوفنا سنة تمثل من أجل عيونك كاترين ولا بيس تحط عليها في يدك وشكون ما عرفاش انت اللي قبلت الممثلة نادرة الملوم الجيل هي حبلت في نسيبتي اللذيذة واحد ولدت في نسيبتي اللذيذة اثنين ولدة من هالول جاي ممثل نادرة الملوم هي اليوم بحثنا في برنامج اللمة تو هذا مروان ماك من برنامج اللمة مش هذا طيب للجميع مرسي مروان
ميرسي مروان ماك على الغبرتاج. ميرسي ميرسي برشا بوسيت. يعطيك الصحة. يعيشك ميرسي. ذكرني رجعني برشا دي سوفينير. يعطيكم الصحة الكل. برشا يقولوا التمثيل معناتها جوست موهبة، واحد يمشي مثل يلقى روحه سي بون. ليه الموهبة أكيد. إيه. لا أباخ معناتها يقول لك معناتها جوست موهبة سي بون معناتها يزي يكفي. لا 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 التجربة تثقل والتجارب كي تبدا تضيف لك ومش موهبة. كي تفرج هكاك كي تفرج في روحك من بعد شنو تقول نادرة؟ وانا ديما ما تعجبنيش روحي برشا برشا ونبدا ننقد في روحي ديما نقول كان زدت شويه كان قعدت فما دوزاج راه فما حاجه ما عادش نعاودهم مثلا كيف فما حاجه دي ديتاي تقول هذه ما عادش نعاودها بالحق ما عادش نعاودها تلتزم بها. انا صعيبه ياسر مع روحي فهمت اقرب عائلتي هما اقرب ناس ليا زاده يعرفوا بون كي نعطي باحساس ما نخممش كيفاش باش نظهر ولا كيفاش باش نكون ولا مكياجي باش يتبلبز ولا شعري تتقمص. لا لا اتقمص اتقمص راهو اذا كان ما تقمصش الشخصيه ما عملنا شيء لازمك تحسها وتمشي بها جوسكو بو. الاحساس مو فين الاحساس في المجالات الفنيه الكل حسن بالطبيعه بالطبيعه وخويا حساس بالطبيعه ماكش حساس ما تكونش فنان به قاعد تحس معناتها على فرقه اسامه فرحات اللي بعدت شويه معناتها على الاضواء توا. والله كثره التلافز راهو اللي نقول لك وقت احنا نقول لك معناتها احنا كي كنا في برنامج نجيب خطاب الله يرحمه كانت فما تونس نتفرجوا في تونس كانت تذكروا وايطاليا تونس تحلوا تونس والا ايطاليا توا تدخل الدار ترقى 100 شين عربيه 100 شين اوروبيه 100 شين ما تتفرج في التلفاز الكل توا تبدلت قبل كان كنا مجموعه اسامه فرحات نهار السبت كي تتعدى الناس الكل تشد ديارها باش يتفرجوا في برنامج نجيب خطاب. هي ما شنو المشكلة اللي ما خليتش الشيء يتواصل معناتها؟ يتواصل هذيك كل واحد شد ثنية مثلا شنو تفرقتوا معناتها؟ اي تفرقنا ناس عرست ناس مثلا البنات رجال وما عادش يحبوهم يخدموا كل واحد وعنده مسؤولية ولات عنده مسؤولية. انا بالنسبة لي انا كراجل انا شديت طريقي اخر معناتها شديت ما عادش في المجموعة اما وحدك وقلت نكمل فنيا اي بيه سيدي مدام عندي اعمالي وعندي انتاجاتي وعندي مشاركاتي في المهرجانات وعندي مشاركاتي في مهرجانات تبارك الله تبارك الله بيه سيدي باش نغني وحوي جماله ترابيه ها مثال شكرا ميرسي عايش احسنت حبيب اماني يا غالي يا غالي عمري كله اليك ترارارا عمري 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 مش خسارة فيك إلا مش خسارة فيك أقول بحبك وحبك ترارارا كان معاد وبعيد ترارارارارا وفي يوم وليلة ليلة جميلة هلت المواعيد لا 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 هلت المواعيد حبيب أمان يا غالي يا غالي عمري كله إليك ترارارا عمري 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 مش خسارة فيك لا 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 مش خسارة فيك بقول بحب غني وحبك كان معاد وبعيد وفي يوم وليلة ليلة جميلة هلت المواعيد هلت المواعيد يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني والقدر الحلو جابني الحلو الحلو جابني وجابك علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني اترينا كنا تايهين ولقينا احلى ايام عشنا في لوحدينا
ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. ميرسي يا حسن ميرسي. جميل جميل. مادامك غنيت انا باش نبعثوا لك روبورتاج. نحب نعرج نعم نكمل نص دين خالي بنتك عجبتني وعليش خالي مش عمي يا كرة يا ميمتي وينك ويا خويا وينك راني حبيت عمري نعم إنه ألبوم أحسن المحجوبي علاقة وتيدة تقريبا تجمعه بعائلته إلى درجة وأن الألبوم عايد فيه فميل الكل وين انت يا امي اغنية من تلحين حاتم كيزيني وكلمات حسن جلبي حسن محجوبي هو فنان ذو خامة صوتية ممتازة رائعة جدا حفالي ديما محفلها في البلاتوات وكذلك في الحفلات اليوم هو ضيفنا في برنامج اللمة وان شاء الله يحفلها زادة بحذين الليلة ويحكينا على مسيرته الفنية الممتازة هذا مروان ماك من برنامج اللمة 2 ومشاهدة طيبة للجميع يعطيك الصحة مروان مروان بحذاء يعطيك الصحة برافو برافو عجبتني مروان برشا خاطر أول مرة نشوف ريبورتاج كيف هكا نبدا تصور كما نقولوا على اللايف في كرهبتي قدام الدار في الشارع محلاهم سبونتانية لذلك هي حسنا كلها سبونتانية احنا حتى البتاية كلها سبونتانية صحيح مروان احسن مروان تنقول لك افكار بتاع تصور اخرين ما جاي من جيبه انيس مرحبا بيك انيس الغربي مرحبا يعيشك الموهبة بتاع السحر هل هي موهبة وإلا كلها بيومان تكنيك معناتها واحد يحك راسه يقول انا تيان مغروم نحب نعمل حاجة دونك نتعلم لا تكنيك تنولي سحر حك راس ما عجبتني لا حك سيق وبعدك يقول ينجم زيت لا لا يلزم فما موهبة وبعد تخدم شوي بشوية مش توصل المستوى باهي تنجم تخدم باهي دراستك في ليكول دو ماجي معناتها عندنا ليكول دو ماجي في فرنسا قريت مش في تونس ايه؟ ان شاء الله انا باش نعمل يونيكول في تونس ان شاء الله ربي سهل علاش مشروع برشا برشا صغار مغرومين حتى كبر منهم ولدك من ولدي هادي ويعرف يعمل حاجات نادره برشا برشا يطبع في انيس لحقت ويعمل الحاجات في الدار يطبق يعني شويه يشتهد يشتهد يشوفوا انيس بالك عينك عليا بالك عليا مرحبا مرحبا بك مرحبا ايه انيس احكي لنا شويه على التجربه كيفاش بديت كيفاش خممت كيفاش مشيت تقريت احكي لنا شويه انا بديت عمري 9 سنين مغروم شكون كنت تتفرج قبل شكون غرمك معناتها في ايطاليا كما كان يقول فما دا سيلفا فما كازانوفا دونك نتفرجوا فيهم فرانس 2 زاد كانت وقت نجم انا صغير شويه المعلومه كانت عندنا ايطاليا تونس دونك كنا نتفرجوا نفهم نلقى روحي اللي نفهم دونك يبدا واحد في عمري بجنبي ما يفهمش فاش يعملوا انا نفهم نص لفه داكور كي توفى الحكايه نمشي نشد بيتي نكمل لا بارتي الثانيه نكملها وحدي تري بيان كنت لوج على الكتب كي الناس كل خاطر ما كانش عندنا الانترنت حتى شيء باش نجمو نتعلموا كنت نقرا نلوج كتب ديما كلك بعديك عملت اون فورماسيون في فرنسا قداش دامت الفورماسيون هما في لي فاكونس سكولير نتاعنا ما خاطر كنت نقرا قبل دونك تمشي جماعه جماعتين 3 ايام 4 ايام وتوهم زدت نحضر في الكونغير تلمهم الكل من بعضهم قداش يعطيوا لا لا ما ذكرتش لا لا ما حسبتش سؤال باهي دائما سؤال سيما عندي سؤال كنت نستنى باش نشوف انيس ونسالو تك تبدا حاجه صغيره افي وخفتي دي اما اللي عملته قبل نتاع الكرهبه هذيك لا لا غروند ايلوزيون ديسباريسيون تاع الكرهبه وين يمشيو تحب نقول لك كيفاش ليه ما تقوليش مش يقول لك هذاك ما يقولش انا مش نقول لكم حاجه فما صندوق بعديك انيس يوريه لكم ولا تصويره ندرس كهربا اكيد كهربا بالحق ندرس نفتحوا على المباشره قبيلي اول ما جاي معناتها ريت صندوق قلت له خمس ولا اقل يعيشك يا اخي انا طول فهمت باهي انيس تقدم لنا شويه عروضه باهي اوكي بالتزام باهي جيب احنا شو نلعبوا معاك احنا انت لا انت كهولاء لا عليك خليك معك خليك معك توا باش نسحق ندره 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 نسحق ندره توا ساعه قبل
باهي. انت المراجع. دونك ما تنجمش تتحرك هي. تنجم تتحرك؟ ناحيه الميكرو. ما تسحقش ما تسحقش. باهي اسمعك تتكلم نادرة توا نقول لك. لا 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 باش نحطوا موزيكا وكا هو. ماشي ما قلق حتى كاميرا. لا لا اجا بحذايا من هنا باش نحطوا موزيكا. سي بون سي بون اخ بحذايا من هنا. اجا هكا شويه فوالا. تخلي عندك نعملوا انا تعملوا انت. بالضبط. اي حتى نحطوا موزيكا. ورينا هني زاد معاك. ميرسي. هذا ملاوي لا مش قل كمل الأوراق الكل تشد من هوني بس أنا لحظة نجلس نهبط لي تشد من هنا إجا قدامي مغادي صندوق نادر صار نعمل كيفك ولا سمعت ترجع نتطلع اليوم بسم الله الرحمن الرحيم سي بون نجم تسيب فوالا اي فوالا ترجع توقع ما يسالش ميرسي لا 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 نحب نخرج بيه أمان نشوف الروبورتاج خلينا نقعد نسقسي على شوف الروبورتاج الأنيس مال لم على الوطن يعني you
الناس اللي كنا نشوف فيه سان بروجي حضر فيه فما بروجي تحضر فيه بروموسيون اي من سبيكتاكل نتاعي اي دونك C'est la, avec c'est la grande illusion. Ouais. L'illusion est trassée quatre à quatre nuits. Femme la magie de table, elle est en dehors business, ok. Elle va faire de la table à la table. La magie rapprochée, ça m'y va. Les plus nombreux bas, d'après Charles. Les bas, ils ont un nombre de effets menhom. Ils travaillent des objets rares, cartes, pièces, choses quelque chose. Et puis femme la magie de scène, elle est actrice de théâtre. Elle travaille actrice sur scène ou choses plus visuelles. Et la grande illusion, elle est que tu as vu la vidéo, des apparitions, des disparitions, des assistantes, des assistantes, des crabes, des choses comme ça. Mais معناتها دي سبيكتاكل ما يتفاجئوا فيهم كان الكبار والاخرين نتاع صغار معناتها ما لازمش حاجات يتفاجئوا فيهم الصغار يمشوا يعاودوهم في الدار يعملوا شي بعد الكارثه خاطر يعملوا اكيد صغار فما لا حاجات كيما هكا باش يعملها صغير لا هذوما حاجات خفيف شويه تسميهم مي فما ديزيفي اخرين نتاع تقص عبد على الزوز ولا يتعاملوا بالنار ولا حاجتك تعملوا بالسيوفه هذوما ديما هذه حاجه تخوف معناتها ما نعملوا بي اون اتوندون ان ما تخمم في حاجات اخرين باش نخدموها من بعد شويه نلعبوا من بعضنا وهكا كل نادره نرجع نسالك على العصر الذهبي مع المخرج سي حماد يعرفه تحيه ليه سي حماد يعرفه حتى انا زيد نسلم عليه برشا كان مديرنا قبل في الوطنيه كان الوطنيه كمخرج وكانسان ما نجم معناها الحمد لله اعمالي المتميزه ارتبطت باسم حماد عرفه. بون الحقيقه زيد سي علي منصور خدمت مع اعمال نجحت برشا لكن برشا يخلوني خدمت كان مع سي حمادي ولا مع سي علي منصور يعني هذوما اللي قعدوا مطبوعين. علاش قعدوا معناتها يقولوا هكاك؟ على غالب ما فما اعمال تتميز وفما اعمال. انت ترتاح نادره انك تخدم مع مخرجين هكاك ولا يجيوك اعمال تقول لا انا نخدم. شو عندك نواغ سيغ بلون سي على الوراق اللي هذوك البابي السيناريو. السيناريو تحضروا هذيك حكايه اخرى كيفاش تحضروا من انسان لانسان تختلف ومن بعد فما لي كونديسيون المنتج مهم زاده من بعد فهمت معناها برشا حاجات تخليك في اريحيه وتخليك تخدم بالكدا الاعمال هو اعماله ناجحه الحقيقه مش انا باش نحكي على اعماله وعماله تحكي عليه وديما هو يكتشف له وجوه جديده انا في كل مره نحكي مع ناس برشا يقولوا لي اول خدمه خدمتها مع حماد عرفه ما فيهم انا اول وقفه قدام كاميرا مع الناس اللي كتاري فيكم صديقي لكن اعمال نجحت وتميزت فما اعمال اخرى باش ما نجرحوش برشا ناس الناس يعرفوا كي يدخلوا يتفرجوا اكيد راه فما الاعادات فما اعمال ما نقولش ما نجحتش مي تعديت بي في السنين هذيا اللي تعديت نادره والتجارب اللي تعديت بها معناتها تحس الجو معناتها حتى نتاع الجروب نتاع التمثيل الجو هذيك كل معناتها لي كوليس نتاع لي تورناج تبدلت ولا لا؟ والله لي كوليس الحقيقه راهم ديما صعب احنا يمكن فما ناس يقعدوا صحاب وناس فما علاقات معناها تقعد تتواصل فما علاقات لي اما رانا في تونس نحب نحكي على بليدي وعلى انا كممثله تونسيه رانا عنا ريكورد تبارك الله علينا نحضروا ويجي حتى ليكيب تكنيك تعرف في وقت قياسي نصوروا في وقت قياسي رانا نتعبوا بالكدا بالكدا مش نسخف الناس اللي راهو بالحق حتى حد ما يخدم كيفنا في مصر في بلدان معناها في الحمد لله نسميهم متميزين اي ناس اخرين تعطيهم الوقت اللي يعطيوه احنا ويخرجوا لك برودوي هكاك صعيب ماهيش حاجه سهله راه دونك تحيه للناس التقنيين الكل وللممثلين الكل المخرجين لي سيناريست معناها زاده ساعات الناس اللي تتعب باش تخرج ساعات قبل ما نحبش انا مانيش من الناس اللي يقول قبل وتوا انا نعيش اللحظه دونك قبل كانوا فما حاجات يتبدلوا يبداو مكتوبين ويتبدلوا لي وهذه ما تتعديش وهذه ما تتقالش وهذه ما فهمت معناها تفرعيسه كامله تصير هذين الناس ما تعرفوش فهمت اما لي كوليس الحق لي الناس هما بيدهم فما روح شبابيه صحيح جديده توا فما ناس وديو ميرسي فهمت عطاو المشعل للشباب باش يبدعوا ويقدموا اما الحمد لله ان شاء الله نقعدوا ديما متميزين يعني ان شاء الله يا رب عندنا وقت باش نعملوا ولا لا باش نلعبوا لعبه صغيره بعديك احسن باش تغني لنا نحب نعرس احنا عندنا لعبه باش نشوفوا احنا سالناه راه قبيله باش على الغنيه على الغنيه على الغنيه قولي بالك شنو سالت باهي شنو هي اللعبه نتاعنا باش نعديو لكم معناتها جينيريك نتاع مسلسلات وتقولوا لي اسامي المسلسل شنو اللي نجم يطلع فيكم اوكي من كان الاسرع اوكي باهي تخي بيان
تعبنا من الأرض عشنا ألف حكايات من الحكايات جايه يا نادرة ما أنا الذكرى خايلتني غادة 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 صحيح شكون قالها سيف شكون نعطي النقطة أنا سيف اللي كنت على شكون شكون اللي قال انا 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 خممت فيها وحسن قالو انا بيي انا بديت تكلمت انا عديت له بس كل حكيت فرد وقت في بالك اني انا كي طلعتها هذه ما عندي معاش باش طلع حد شيء اسمع مش نعطيكم حتى بوان هون اللي يستنى فيكم كدوم بعد كبير عرفت المسلسل الثاني نعرفوا ذا ثانية ثانية دوارة لا لا الحرف الأول شنو؟ مي نشكلوا الحرف الأول هاو الحرف الأول مي أبش نشكلوا تاب مو لا مويش ما يا سيف دور الغادي سيف تعاونونا شوية تليا شاية ايه الموزيكا حلوة لحكيت أما مو موتة الموتة متسوي المتيم المتاحة المتحدي متحدي تغشوا علينا المؤلفين تاع الغنيات مش تغشوا علينا بس هيك سي سور ريحتك يا نادرة الليالي البيض الحمد لله يا رب صحيح الحمد لله صحيح صحيح تو طلعت دونك عندنا النقطة والصفر الخامسة شنو الحكاية كيفاش ما تحطوش جينيريك ساعة الوحيد طالبين هما حلوين ويتعاودوا يتعاودوا معناتها وغنيات مزيانين نتغبن والله والله انا هي اللي باش ميساج باك اب باش يتغشوا عليا برشا نسمحوكم اليوم نغنيو اغنيه نحب نعرس نحب خلي بنتك عجبتني ولا نحب نعرس شنو تحب شنو تحب شنو تحب كيف كيف عجبتني نحب نعرس هو يحب خالي بنته خالي بنتك عجبتني خاطر عجبته الاغنيه ويحب بنت خاله طيب بنت خالك سيف يحب بنت خاله على المباشر شفره وعنده قدر
شفتني سبحان الله ملا بنيا يا خالي كانت نسبني قدوة نجيب مالية من قدوة نجيب مالية ميرسي ميرسي يعطيك الصحة. تو نركبوك الميكرو باش نجمو نسمعو بعضنا. تو فسلنا هذايا خالي تصور تمشي له هكا تقول له عندها شفرة وعندها ضحكة وعندها شنو خالك يشد يقدك. هي يقول لها يا خالي ما الذين عجب مضحكها جوهر وذهب. انظر كيف يشعر له. خالي تنقول. لا خالي نورمال. محليه خالي نستاهل. خالي يفرح بيك على الأخ. تحب تعرس ولا كيفاش هي الحكايه؟ لا هي اغنيه نحب نعرس لل معناتها المواطنين والمواطنات العوانس معناتها اللي مازال ما عرسوش. ميرسي عايش. مازالوا يستنوا في المكتوب. اي مازالوا معناتها الكبار والصغار فما ساعات ترقم راه كبيره مازالت ما عرستش. معناتها ان شاء الله يا ربي يعرسوا ونجيو نخدموا هو وفيه الباهي راه. حب نعرس يا محمد كل كل جو خطبه يديكم الناس الكل القدام الحق الناس الكل القدام نيسا نيسا يديك هكا قدام يا ربي تحل مكتوب امين يا رب العالمين امين يا رب امين يا رب يا رب يا رب بنت الحلال امين يا رب يا قود الحلال امين امين يا رب العالمين سيدنا محمد يا رب امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين به سيام تعود هذه انيس انيس عودي عودي انيس استنى خد نقرص في عقلك ركز روح الالعاب السحريه تواكب التطور التكنولوجي ولا لا اكيد على الاخر اي كيفاه انفصل كيفاش معناتها مثال انا اليوم في تونس ما هي في امريكا عندها مديده صغيره لمحل مازلت جديده اللي هي باش نعملوا باش نعمل لا ماجي نوميريك اللي هي تخدم باللي تابلت لي تابلت والا بالزيكرون الكبار ولا لي بلازما كيفاه معناتها مثلا تاخذ تابلت تلقى ان اوبجي في وسطها داخل يدك تشوف يدي داخله في التابلت هوب ينجبد الاوبجي ولا ليزيكرون الكبار تلقى طفله في وسط ليكرون تخرج من ليكرون حاجتك هيك كمان حاجه تشبه هكا عملت ولدي يتفرج في انيس تبع دونك على الاخر عملت لونسمون سياحي نسيت انا متعدي هكا في الوقت انا اثنين وانت تجبرني تحط انا ماهيش طاوله هيك بالضبط جميله جدا لا ماشي ديجيتال وهي حاجه خارجه على الاخر وانا قاعد ان شاء الله نحضر في حاجه بس برشا خدمه برشا خدمه برشا ريسيرش واي برشا خدمه برشا تركيز وكذا احنا شنو باش نعملوا تبع بعض نعملوا حاجه اخرى باهي نعملوا حاجه اخرى سيهم نحب نسال العائله مش القريبه قريبه يعني مش امك وبوك ربي فضل العائله البعيده شوي يعني مش خافوا منك ولا انه يقعدوا بحدك يحكيوا معاك لا لا استنسوا بيا استنسوا باش نزيدوا نحكيوا شويه خاطر قريب يجي الاذان دونك مش نقصوش دونك نكملوا معناتها انيس مثلا في مكتوبه اي احكي لنا على تجربه التمثيل اول مره مثل في حياتي انا الحقيقه وقتها كيفاش لقيتها؟ صعيبة ظهرت لي صعيبة شوية ايه؟ ممكن الرول اللي عندي صعيب شوية على خاطر انيس مش سهل معناتها واش كيما قدام كاميرا اول مره مش سهل كيفاش باش يتحرك ديما حاجه اول مره شكون صعيبه هي الحقيقه ايه احكي لنا على التجربه صعيبه صعيبه الرول اللي عملته عجبني برشا الحقيقه وشفت لي مس برشا ناس يقرب شخصيتك كيفاش السيد كيف زطلة كيف زطلة كيف زطلة مش كيف زطلة انت جربت اي غروا بيك اي شاب قول له هو احسن قول له هو مش غروش بيك تبلش قول له هو لا لا انت محلاك تقرا على روحك ويغروا بيك صحاب اي صحيح فهم برشا اصحاب السوق هما علاش ما كملتش علاش ما كملتش علاش شنو علاش ما كملتش في التمثيل والله ما كملتش مش انا مش نكمل معناها جات حاجه في مسلسل من بعد الحقيقه انا خاطر عندي خدمتي دونك ما نجمتش عامين ولا بعضهم برشا عليا الحقيقه
لي سبيكتاكل نتاعي وكل خاطر كيما تعرف ياكل برشا وقت تمثيل تضحيه وليدات نتاعهم مش واضحين دونك انا يكلموني الناس اللي نتعامل معاهم نيس حاجتنا بيك ذا الفلانيه نقول ما نعرفش على روحي ما نجمش فانتقلتني شويه اما كيما كنت تشوفها من برا كيما كي لا مش كيف ديما هكا شنو يتبدل شنو عندي فكره صغيره انا اما مش كيما تعيش كيما على التراب هذاك اللي يظهر لك معناتها فما يتبدل النظره اللي تبدلت هذاك هو واللي عبيت كيف قلبت لهم مش كيف ما كنت تشوف فيهم في تازة كيف ما في الدنيا اللي مستين ساعات بتالي أنا معناها سامحني أنيس باش نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها تقبل الله صلاة الجميع نرجع احنا للجو متاعنا أنيس كنا باش نعملوا شوية ألعاب هكا دونك شنو باش نعملوا توا شنو باش نعمل أيوا باش ناخذ عندي باكو كارتا اللي هو هذا اي خلي عندك سامحني لحظه بركة ومن بعد نحكي لكم شكون يذكر حاجه على الفيزيك ولا مغرومين بالفيزيك ولا لا ما ذكروش حاجه باش نحكي على الفيزيك فيزيك كوانتيك هي تيوري كي تري كومبليكي استعملوها الفيزيسيان بور ديكريغ لي موفمون دي زاتوم فهمتوني باه باختصار ما نطولش عليكم برشا يقولوا كي برشا من الناس شكلها شيمي يفكروا في نفس الحاجه اما في نفس الوقت الحاجه اللي يفكروا فيها تنجم تصير من بعد باهي نعمل تجربه صغيره تعطيني الباكو كارت نتاعي دونك باش نخرج الباكو الوراق تخلي الباكو عندك ميرسي نوريكم الوراق عاديين فيهم حتى شيء سي بون تخلطهم ربي شويه بركه ميرسي شويه بركه مش برشا يعطيك الصحه باهي دونك باش ناخذ الوراق باش نعمل ايفونتاي وخذ ورقه اللي تحبها اللي تحب انت بيان وريها الناس الكل انا ما نشوفهاش سي بون تلا خلينا نثبت نادره بربي خليها تثبت مليح ميرسي توا رجعها مقلوبه في وسط ليفونتاي هذا نقول ان عليها شنو الورقه اللي ما تقولش توا ساعه نرجع اسمح لي باش ناخذ الباكو ميرسي ما قريتها للناس الكل نرجع الباكو هوني اي فوالا نحطه لهنا شنو هو لون الورقه اللي شفتها انت؟ روج كور ولا كارو؟ كور كور تخي بيان انت شنو هو نمروها الورقه؟ 5 5 كلموهم تولي ورقه واحده اللي هي 5 دو كور ورقه اي خرج ورقه دونك 5 دو كور باهي وانت نادره رجعت ورقه مقلوبه هكا ولا؟ دونك 5 دو كور اما الورقه مقلوبه في وسط الباكو داكور باش نجبد باكو كارتا بالحق توا تشوفو لا 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 5 دو كور تذكروا قلت لكم كي برشا من الناس يفكروا في نفس الحاجه اما في نفس الوقت نجم تصير انتوما شنو باش تعملوا توا باش تفكروا في الساك نتاعكم اما مقلوبه في وسط الكارت اوكي نقرا شويه قران عشان كيف فما حاجه تخلي تمشي خلينا نصوروا هوني الوراق نجموا اي مع انيس سي بون ولا بارفي باهي توا باش نحل الوراق بالسياسه كيما هكا ونورمالمون نلقى ورقه مقلوبه لا محاله بوم 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 لا ما هذولي ما خاومتوش اون توندونس توتاليتير كي كومونس جينيرالمون تبدا بار اتاكي لوبوزيسيون حتى كان حتى كان كانت ضعيفه تذكر بن علي ما عرفش كانت في بن علي زوج من الناس ما يخلي صوت واحد ما يحبوش لانه يخاف هذه انه سي مال سان انه تكون عندنا معارضه بالحجم هذا الضعيف اي بورتون اون لاتاك اي اون لاتاك سور دي شوز يعني على محاور ماهياش حقيقيه ماهيش صحيحه وماهيش ثابته كما قلت لك الخبر الحقيقي هو انه فما وثيقه تقدمت من طرف احد مكونات الجبهه الشعبيه والجبهه الشعبيه رفضته هذا الخبر لازم يوصل للراي العام مش معك حاجه اخرى لا خليني دقيقه قبل الملاحظه الثالثه مش معك انه مثلا هذه الوثيقه صحيحه انا حبيت اسالك لا لا هنا صحيحه لا وتم لا وتم تم قبولها والتصديق عليها من قبل المجلس امناء الجبهه نفترض هل هذا في تقاليد المعارضة يصح ولا لا؟ هذا اللي أنا جايك تولي المسألة القانونية بالضبط هذه هي والمسألة السياسية أنا قريتها الوثيقة قريتها ككل المواطنين على الانترنت وبصراحة ما عدا كلمة واحدة يعني ما ربما تثير التحفظات هي التحريض كلمة التحريض على يعني مسألة تشجيع خطاب دعائي تحريضي خطاب دعائي تحريضي كلمة التحريض ماشي في محلها ما عدا ذلك شنو فيه شنو فيه ثم عدم مهاجمة احتجاجات حراك شعب المواطنين بطبيعة الحال بطبيعة الحال يعني اللي فيه هي أولا تقييم للوضع السياسي والاجتماعي في البلاد في حاجات نتفق فيها مع الجبهة الشعبية في حاجات ما نتفقوش فيها ولكن فما تقييم وخلاصة هذا التقييم أنه آن الأوان لتغيير الحكومة
وسنتبع هذا ما جاء في الوثيقة سنتبع استراتيجية لإسقاط الحكومة يعني تغيير الحكومة. أولا نحن نعيش في نظام برلماني أو نظام شبه برلماني وفي الأنظمة البرلمانية يلزمنا نستأنس ونتعود أن الحكومات ليست ثابتة ولا الحكومات يمكن أن تسقط. سقوط الحكومات لا يعني مؤامرة، سقوط الحكومات لا يعني انقلاب، لأنه الخبر اللي هبط في الجريدة تم رصده و إليتي ريكوبيري من صحف أخرى ذات ميولات أخرى ولا تشني العملية. أهم الناس نفس الناس اللي تآمروا على حكومة الترويكا وحبوا يعملوا انقلاب في صيف 2013 هما نفسهم قاعدين يتآمروا الآن على الحكومة ويحبوا يعملوا انقلاب من جديد. هذا اللي خرج اليوم بعد ما خرج الخبر في الجريدة، هذا اللي خرج على الجرائد الصفراء الأخرى اللي كانت تسب وتلعن في كل